إنها مأساة الحرب ومعاناة النزوح التي تبدل حياة الناس وتفاصيل أيامهم هنا على حدود مدينة مأرب تتوزع مخيمات النزوح وتزداد حيث رصدت الوحدة التنفيذية ما يزيد عن مئة مخيم يسكنها نازحون من مناطق عدة تضاعفت أعدادهم بعد موجة النزوح القادمة من محافظة الجوف وفي المقابل تقول المعلومات إن تدخلات السلطة المحلية وشركائها في العمل الإنساني من منظمات محلية ودولية محدودة وغير مجدية ولا كافية للاحتياج الإنساني الكبير أكثر من ألف أسرة وصلنا الآن يوم الهجوم هذا مارب فوصلنا اليوم ردوني ثلاثة أيام اليوم الثالث ويقولوا انتهى الدواء إن في حاجة ما جينا هكذا كل واحد ولا معاشات معنا لنا من المرتبات من عيد عرفه هي انا اهتلنا هناك هي انا ما هني قد بيقتلونا قتل إنه شتاء الحياة بالنسبة لهؤلاء النازحين الذين زادت احتياجاتهم ومعها ظهر تلاعب المنظمات وعدم تحمل مسؤولياتها والاكتفاء بالتدخل الشكلي على الأرض وتصدير تلك الجهود المحدودة والبسيطة لوسائل الإعلام فالمساعدات الغذائيه المقدمه شحيحه والخيام رديئه الصنع بالاضافه الى عدم ايجاد مستلزماتها ما يجعلها عديمه الفائده والجدوى المساعده التي قدمت من قبل شركاء العمل الانساني المساعده هذه لا تغطي ولا تلبي الحاجات الاساسيه بل لا تجعل حتى على المعايير الدنيا يعني تغطيتها سواء في الجانب الغذائي سواء في الجانب الصحي سواء في الجانب التعليمي سواء في الجانب الماوى والايوه والمواد غير الغذائيه وغيرها المساعدات لا تغطي ولا نسبه ما نسبته 10% او حتى 7% من هذا الاحتياج بالنظر الى المخيمات المتزايده يتضح انها غير مؤهله ولا ينطبق عليها معايير وجوده انشاء المخيمات الخاصه بالنزوح حيث تفتقر الى دورات مياه وفصول دراسيه ووحدات صحيه ما يجعل انتشار الامراض والاوبئه حتميه وهو ما يستوجب من المنظمات والسلطات مراجعه ادائها والعمل على تحسين الحياه فيها. حاله استياء واسعه للنازحين من الدور الذي تلعبه المنظمات في مأرب حيث تبدو المخيمات والمساعدات الإغاثية والإيوائية شحيحة ومنعدمة مقارنة مع نسبة الاحتياج خليل الطويل قناة بلقيس مأرب